شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف لي حل يا ورديتين الحب الصافي لا 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 تسلم ايديني اللي ساكي يا الطرع يا الطرع يا كلثوم خير سليمي بجاه ربي قل لي شبيها قهوتي بارده انا سخنتها عندي قديش وانت جيت مخر على فطور الصباح شو شو معناتها انا غلط ها باهي يلا برا امشي عاود سخنها لا عجيل كونين الغاز كلهم عبيه بالشحور تريد ربيع نحي شحور مش شحورات وشحرني وسخني قهوه لا عجل الشحور كي تطفي عليه بيصامل شنيه؟ ليه هذي صامل؟ ما هو كي تطفي على الشحور الغاز وبعتيه تعود تغليه يعالب شنيه هذي زاده يعالب؟ يولي كلعب الببوج باه يلا برا امشي سخنهالي ان شاء الله تتشحر ولا تتعالب ولا تتلعب ولا تتبولد برا شد يا امي امي ها اسلو ما حيط لي بابا امي يفضلك يا امي يعيشك وين الخبز وين الزبده راني اشتقت الحاجه اسمها ترتينه نهار طول وانا ناكل في سيل حلو سامحني يا وليدي ما لقيتش وقت باش نمشي على الصباح للكوش نجيب الخبز هاك ترى فيا مش نوقع في حل الحلو كمل اليوم افطر الحلو وغدوه نجيب الخبز لولدي
وزيد يعطيوني من الحلوس قاطع. مالاش نعملوا له احنا هذا؟ لوحوها؟ لا لا لا، لوحوا في كرشي يحسن. هيا عاد سلومة يزي متشوكيع. كي تكمل فطورك تنجم توصلي في ثنيتك زوز كماندات؟ ها؟ زوز كماندات؟ عندنا كماندات في الدار؟ هيا عاد يزيني متذمير. تعرف اليوم صبحت ياسر دي بغدي، أعرف كلمت ماما باش تعمل معايا شوية ليفريزونات. اسمع سيدي، وليت تليفري زادة؟ تي هكاك بأكثر كليونات، ماك تعرف التوانسة يحبوا كل شيء يوصل ليديهم، تي هما كان يلقاو يدخلوا الكوشة بكراهبهم. اسمع يا مدام الأبيض، الكونسي دو لوردر متاعنا يمنعنا منعا باتا باش نخدموا خدمة أخرى. سينو سيكوثيرابوت كيفي أنا ما عندي حتى مانع باش ندور من دار لدار نبيع في الحلو. أي حلفة أمك حل؟ لا لا ما نحلش. واه ملاش باش نعملوا بيها احنا هذا؟ يا ولدي يا سيدي واحد ما تقوليش بيه راجلك ماشي جاي ماشي جاي البيت وكل مرة يجي يعمل جغمة قهوة ويمشي. وين وين نعرف عليه نانا؟ يا أخي ما تعرفش أسبوعي وطلعاته؟ نعرف، أما الطلعة هذه مبدة على طلعة العادة. اسمعني يا عادي، هذه قتلهم وسطو، أتو دخلت عليه دبت شنيه الحكاية؟ استنى نانا، اقعد ارتاح على روحك، أتو نمشي أنا نشوف شبيه ونجي نقول لك. ها وانتي فتحتني نانا قريبت فيق بيك راو ايش تبني عملك انا قلت لك تجيب قاوتي انا عندي بها ترطين وليت لي خايفة انا نغلطك فيق وانتي وليت تضرب ضربة وتجي في قاع الخزينة الله غالب كي كجنة ناطك مش خديدة انا اللي خصمت معها انا ترطين بالشوكولاتة اما توا وليت بفلوسي نكري نحب قوعتي اللي يسمع فلوس يقول وليت تخلص كما يحيى الفخراني ونزيد نعلمك زيدة اللي فلوس دندوك قريب يرحمك الرحمة مش مشكل طلع من تليفون لخويا الصعبي وخلو طبني سبوت آخر أما رد بالك المرة هذي لا يعملوك فلاوس شنو هذي فلاوس؟ شطر فلوس بشطر تاوس عزة يا عزة شد شد امسح فمك واخلط عليا شو باش نقول لها هنا تو يا اخي ما تقوليش اش تعمل انت وراجلك حتى شيء نانا حتى شيء اقعد ارتاح على روحك ما تشقيش روحك اسبوعي قعد مسيكن متحير على طوي ما لا يفيقوا هذيك علاش قعد مش يجي على الكلاص كلاص انا كلاص في البيت نتي انا يا اخي مش عندنا كلاص احنا سبعو انت تهنيت توا على شو زاد هي هي ما خرجت من البيت لما تهنيت على كل شيء كيفاه؟ حطيته في الكلاس وسكرت عليهم ما تقوليش حطيت ولادك في الكلاس يا نانا يا نانا اقعد ارتاح اقعد ارتاح هالصباح يا اخي ما تعرفش اسبوعي ذامر وفدليك اي ذامر زعما شكون؟ انا ابو شيك صباح الخير صباح الخير كي سبب ابو شيك؟ جيت حاجتي بخل الجنات ما هو لاباس لا لا لاباس فوشيكا ادخل شبيك من الباب يا عايشك ادخل فوشيكا ادخل قولي ساعه افطرت ها اسبوعي لا لا مازلت ما افطرتش اي الحمد لله خاطر مادام ما يتاكل اش ثم والله يا خد جنات حبيت نقول لك اللي النصبه نتاعي امورها مش ماشيه عاد لقيت روحي نضيع في وقتي في الفارغ قلت نسرح ندبر شي خدمه فيها مسوار خير معناها ما عادش الكونسيرج نتاع البلاص اي خرجنات انا بطبيعتي كونسيرج بلوشي والبير اللوطاني اللي كريتو لك بلاش هاي حتى انا حاجتي بالبير باهي تو كي نسقد النصبه نرجع لك بيروك اما راهو استديو باش نقعد كي ريهرا باهي ايوا فوجيكا استنى راني جاي معاك نمشي نتنى على الصغار في الكلاس ساعه ايش قلت؟
نمشيو نهار سبت الحمامات نعملو تلاسو نخرجو نتعشاو ومن بعداش نمشيو نشطو في بواطا للصباح ونغد العشية نروح. ليه معناها ليه؟ قلت لك ألف مرة ما دامنا ماناش معرسين هالحكاية انساها انساها. اش تحبني نعمل؟ دوما أمي ترضى نعرسو. أنت هاي مازالت ماخذة في خاطرها من ترسيخ الخطبة الأول. هذيك مش مشكلتي. قلت لي ما نعاودوش الفاتحة وقلت لك أوكي. أما هذي باش نستنى أمك تعطيك الأوكي وقتها أنا ما عادش أوكي. أوكي؟ تيزي عاد ما تكبرهاش. صباح الخير دادو. صباح الخير. نعم دادو لاباس شبيه وجهك أحمر. هذيك حاشمة مني. مخطوبين من وقت الدولة العباسية. وهي مازالت حاشمة مني. أيا بونجور نيل بنيت. باي باي. في لامين. وانتي كي تبدل البروجرام كلمني. هاي تشاو عارفي قريب يخلط. توا هكا دادو اجبي راسك صحيح انت. يا نسيت كتاب يلزمني نرجعو اليوم المكتبة. اسبق هاني خالت عليك. لا ما يصيرش كان تحب تنستنيك. ليلي فيس على تفوتك سبيسيال. كانك علينا مسلسة بلي روتاخ. باي. عسلامة مدموزيل. عسلامة. سمعني ما قدمتلكش روحي. شكيب. وين سونيا؟ انت الفيونسي بتاع دالاندا مش هكا؟ ايوا لا. ابو كيفاش؟ اش قولك كان وصلك؟ هكاك نحكي لك ونشكي لك في الثنين. سا ديبون. انت موتوريزي؟ انا؟ انا موتوريزي وعامل اسيورونس توريسك من الفوق. ها؟ هيا داد ميرسي عليك وان شاء الله فرحتك. يعيشك. هيا جماعة في الأمان. دادو شبيك متغشى يا باس؟ صباح الخير يا باس. صباح الخير. فوشيكا. تيش فما؟ تعرف شكون ريت توا؟ بربي اختاني يا باجي مزروب على الصباح. اسمع يا فوشيكا. شنو؟ عندي ليك صبة صحيح. بربي يا باجي نعرفهم صباتك الصحاح يوفاو ديما بمشاكل صحاح، وأنا خويا المشاكل اللي فيهم كفيتني ونحش عندك على كتافك غادي. أمال يا فوشيكا. اختاني عاد. بيع يا فوشيك. صباح الخير يا فوشيكا. صباح الخير خويا سليمان. شنو فوشيكا؟ حتى انت باش تبيع اصلك؟ شنو؟ التجاري. ماك تعرف خويا سليمان، دومين الانتصاب والبيع الفوضوي، الايامات الكل في كريز. بابا 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 قداش تهولوا الامور. تعرف بابا نصبتك علاش ما مشاتش؟ اها. على خاطرك مغلاوي. انا. تبيع بلاش جارانتي، وزيد النصبه نتاعك موجوده في بلاصه اللطف عتبه. شنو خويا سليمان؟ انت زاد ولا تتمن بالعتب؟ نو نو جامي. اما نقصد النصبه نتاعك جايه في العتبه نتاع باب البلاص، مش على الماده كي نصب الاخرين. تي مش مشكل، على كل حال انا قررت باش نبيع الفوند كوميرس ونسرح على روحي ندبر شي خدمه. تري تري بيان وربي معك. خويا سليمان. وي فوشيكا. نجم نقصدك في قضيه؟ إذا في بخدوري، علاش لا؟ تنجم تكلم عليا صاحبك سي طيب؟ سي طيب، ما ظهر لي كان داخل في هالقلم نتاع نصب الفوضوية. لا لا خويا سليمان نقصد ينجمش يدبر لي خدمة مسمار في حيط في شركة من شركات. اسمع يا فوشيكا، في وقتنا هذا حتى حد ما عاد يخدم مسمار في حيط. كانش النجار، مسمار في اللوح. مش مشكلة، المهم يدبر لي خدمة حتى سجادي.
ونزيد نعلمك سيفو شيكا، انا عمري ما ندخل العباد مع ناس اخرين، وتعرفش علاش؟ علاش؟ على خاطر هالواسطات هذوما يدخلوك في اونغروناج اذا دخلت فيه حصلت. تصور انا نمشي ونطلبه في قضيه ويقضيها لي، باش يجي نهار هو بدوره باش يطلبني في قضيه ومجبور وقتها نقضيها له، مش هكا؟ اي لازمك ترجع له مزيته. يعطيك الصحه. وتصور انت القضيه هذيك تبدا صعيبه، ماني مجبور باش نمشي لحد اخر يقضيها لي، وكل حد اخر هو بدوره باش يجي نهار وباش يطلبني في قضيه، وقتها مجبور انا زاده باش نقضيها له، وهكذا دواليك وبرسل لك وقتها. هيا بخاطرك يا ميمتي يا ميمتي، العباد ما قل خيرهم، جاب ربي عشرة، قد ما قضيت له قضياته ونهار تستحقيت له في قضيتي طفاني. استمع استمع، هي شبيك باجي ولا باس؟ شبي صوتك مبارح؟ آه لازم الشيشة اللي تكيفتها البارح شيحت لك قراجمك. لا ما لازم يسمعنا حد الشيشة. عليه انت سمعت حاجة؟ لا اما شفت بعيني. وذنيك وينهم؟ تحت الكاسك. ايا طلع الشفت. تريد ربيا اطول مشي البيروية ونطلع في عقلي. تيجي لي بشوية انا باش نحكي لك. تيجي يا باجي يا باجي يا باجي يا اخي، مش عرفتش قديش نبهت عليك من مرة قلت لك اخطاك من حكاية هالتنسنيس، ولا غالب كي ربي بلاك بهالحكايه هذيا. اموا اللي تشوفه ولا تسمعه حاول باش ما تعاودوش. يا سيدي مش لازم، مانيش حكي لك. تري بيان صحيت هيك بديت تبرا، وتوا حاول باش ما تحكي لحد. هيا بخاطرك. ساعة الحكاية فيها دلندا. شكون دلندا؟ دلندا بتاعي؟ لا دلندا بتاع شكيب، وشكيب ولا بتاع سونيا؟ سونيا؟ أما سونيا؟ سونيا اللي كانت بتاع أسبوعي بنت الفلاح جارتنا. آه سونيا الطالبة؟ هي شفتها وهي وشكيب براتي براتو وركبت في كرهبته. شو جهزها من البلاص من هوني؟ ركبوا في الكرهبة ومشاو براتي براتو. شفت يا باجي؟ شفت التنسيس بتاعك وني وصل؟ هك خلقت مشكلة توا. إيه أنا شو بدخلني؟ شفت حاجة أحكيتها. وزعمة دلندا في بالها؟ صباح خير دلندا. صباح خير دكتور. اي ما سميش كعيبة صباح خير لي انا، انت حتى مسيك ما يسالش. انت صبحت عليك عندي جي ساعة توا، بعدها ملي خرجت من نصر وتصاور سيادتك على حيوط البلاصات وواجهات الكيران والمتروات. تصاوري؟ اي تصاورك انت يا سي دندوك. دندوك. قول لي دلندا، اول رونديفو عندي وقتاش؟ مدام نرجس وخرت الرونديفو، مدام لميا مع العشرة. تري تري بيان. اسمع اخلت عليا حشتي بيك. علاش عندي عملت تخلط عليا وتسكت؟ يا جيتش يا سي شباب. سكر الباب وراك وادخل. قلت لك سكر الباب وراك وادخل. وانا قلت لك ما سكرش الباب، خليك الجيران الكل يسمعوا صياحي وحياتي. يا ودي سكر الباب لنقوم انا نندم ونصيح. باهي تعدي الغدره؟ لا غدره. هيا ادخل 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 واقعد. شو امي راهو بيها دلندا مش كالعادة؟ شنو؟ غوضك على شعيط لي؟ اي تعليه شعبت لك؟ تعليه انت مش فيا يا ظالم.
ما يتكلمش توا. سمعت بحاجة؟ سي شكيب بتاعها طلع شيطانه في مكتوبه. شنيه شبيه؟ فقد بيه خدم في مخه. عجب؟ شكون زعم قللها؟ هذا كمان يطلع كان الباجي. احكي لك ليك انت والا الفوشيكا واحد منكم وصل لها. ابدا بالعكس انا واحد عشان تسمع حكيت لي. به وما قلت لكش شناوية تعمل له؟ قلت شطفي يعني الضوء عطي عرس. أبو صار الحكاية مش مقلقتها؟ ما دابا هو على روحه وهي على روحها وين ترى فيه القلق؟ يا وذني حطينا في شكون نسأل زادة. سيدي خويا شكون صب لك الصبة أنت؟ وأنت شكون تعرفه يمشي ولسانه يمشي وراه؟ لورل. لورل؟ سي الباجي. باهي 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 برا توا برا توا النديلة نحكي معها أنا برا. سيد خويا ما تقولش اللي انا حكيت لك خاطر حلفتني راه مش نحكي لحد. وهي كي حلفتك عليها حكيت لي؟ ما حكيتلكش انت صلبتني على راسي. وانت عندك راس. هادي شني؟ ماني قلت لك باش نبيع الفون دو كوميرس. صحيتك يا بابا، ماني باش تجيب حد براني يا اخو النصبه وسط بلاصي وانا نخرج بيدي على راسي. يا خالتي جنات، يا خالتي جنات راني مبلع في الكريدي الهوني. باهي يا للا توا كي نبيع الفون دو كوميرس كان فضلت حويجات ونقرا لك حسابك. ما دماش بيعان الاصل التجاري، انت هو في الاصل ما دماش اصل، وزيد انا حاجتي بالبيرو متاعي. تي باقي مكبشه في بيرو كونسييرج بربي. حاجتي بيه باش نعمل فيه مشروع. شنو تحب تخدم معي؟ والله يا فوشيكا لا ما تتنفنف. اي دنيا وقعد مقابلتي بالغادي. ستوب انت البرا خليني حاجتي بدلندا راس راس. انا نخرج برا؟ البرا اي. يعني البرا. سكر الباب تو. الباب اللي قدامي؟ ايه اللي قدامك ولا اللي وراك ولا اللي بجنبك كيما تحب، المفيد سكروا. ايه انا سكرته. ماما ميا ماما ميا. دلندا تفضل تفضل وقعد. وي دكتور. شو دلندا ومن غير ما تسالني كيفاش؟ خاطر سيرومون تعرف شكون صب لي صبا. بالحق صبا با انت وشكيب. انت نفس الحكايه متاع العاده. نعرف نعرف الله غالب برشا رجال هكا مبليين بهالحكايه وذاك علاش ديما يعاودوا نفس العمله. ايه من شاده في لي برانسيب نتاعي. وانت دلندا شكون قال لك؟ هو قال لي. شو ما صح رقته؟ ريت ما ودكتوره؟ اي وانتي؟ اش جاوبتو؟ حتى شيء. ما دمنا مانيش معرسين ما نمشي معاه حتى بلاصة. بيناتنا دكتور حتى العرس ما ظهر لي كان نخلطولو. انتي عادة دلندا اش باش نقول لك؟ شنو باش نقول لك؟ انتي مخليته يخرجوا معاه على خاطر. بعدها يوصلك انتي هوني ويستناها هي حتى لين تهبط له. ويوصلها هي ينندراوين. واه على شكون تحكي؟ على شكون على شكون على شكون؟ ما على سونيا. شكون سونيا؟ صارت ما في بالكش بحكاية سونيا؟ ليه ما في بالي بحد شيء؟ والله يهلك يا باجي يدبتك برايك. اش فما دكتور؟ فما حكاية أخرى غير أنه يحب يهزني معاه الحمامات نعدي ويكاند؟ سارة الله يهلكك يا صبوعي لا تربحك ولا تتجهد. دي شنو دكتور؟ شنو هي حكاية سونيا هذي يا مان دكتور احكي لي. أنا تهنى يا مدام نصيف ساعة وتكون الكوموند عندك وبربي سمحنا على الغطاغة في لماني. عايشك عايشك.
امي فضيله شنو نعمل لها انا توا مدام جمعه؟ شكون باش يوصل لها الكوموند نتاعها؟ كلثوم؟ مدام زينب كل الدوران عدي راه نقول لك امي فضيله. لا عاد بنيتي هذاك اللي مزي تي ليه كنت باش نقول لك عينك على التليفون والكوماندات تو نهز نوصلهم انا بروحي. انت من؟ ام دوشه جد هيا بيه. مرحبا مرحبا بام دوشه. لا لا اوف 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 لبسنا عليك. ولا جابك ربي ماما جابك ربي ماما. ايكوت مو بيان زينوبا سي فيني انا ما عادش باش نوصل حتى كماندا سقية تقطعت. امان ماما ربي يقول لي لازم هكا توصلوا لهم كمانديت لديارهم تيمو خليهم يجيو لهوني ويزحلوهم كالناس الكل. يا ماما ماني قلت لك فكره الليفريزون ا دوميسيل هي اللي كثرت لي الكليونات نتاعي. نحب نستغل الفرصه قبل ما ينقلوا عليا وتولي الحكايه عاديه. دونك شوفوا كرسي عملوا له شهريه يكون هكا بوكو سيمباتيك امني الكمانديت اللي يولي والدوبل وتتنظموا خير وترتحونا احنا. والله قلتي الحق ام دوشه نيا ظهر لي فاطمه وماني هجوا من الدار باش ما عادوش يوصلوا. كلثوم تلعب حوايجك. حوايجي نغارين ما يحبوش كون يتلابيهم. هاي زيتش متذمير كانك على الكوموند تو نهزها وحدي. زينوبتي ما تغشش كان تحب نجي معاك نجي. صباح الخير هذا كابيني دكتور سليمان الابيض. لا هذه السلطه طوطه بتاع الدكتور دقيقه واحده. مدام نرجس؟ لا مدام لميا. تفضل ارتاح ما بين خرجت السكرتيره من عند الدكتور. عندها برشا بحذاها؟ اي جير موسع. وش تعمل بحذاه؟ ما بنعرفش الدكتور قال يخرج وسكر وراك الباب خرجت. ما تقوليش سكرته بالمفتاح. ما نعرفش كيك انت تخرج هي اسالها. بالله قوليش مدخلني انا توا. يا شو كيفاش؟ مدام لميا؟ اي دكتور مدام لميا وصلت. باه الله يبارك. تفضل مدام ما ويستنى فيك. ميرسي. مدام كريا تي مدام لميا تسلم لي الجريده نقراها وبعد نرجع لك. لا ما نجمش نسلفك الجريده على خاطر فيها البوستر نتاع الدندوك وانا وعدت ولدي باش نهزوا البوستر. ولد مروب دندوك؟ اي وانا زايده. تعرف شكون دندوك الاصليني؟ شكون؟ انا. ما ظهرليش ما تشبهلوش حتى طرف. ندو سمعت اش قال ما تشبهلوش اضروري يا من شكون الصحيح. ندو شبيك لاباس؟ يا اخي شحكيتي انت سيدي خويا؟ ما عاد فيها الحكايه ما تحكي. تحكي لي ددو همان ونوعدك والله ما عادش نحكي لحتى حد. قصدي معناتها خلي حتى حد يسلمني على راسي. مرحبا بك يا مدام. كيسيف جيت؟ فما حاجه مقلقتك؟ يا اخي مش باش تسكر الباب بالمفتاح؟ ها؟ سكر الباب بالمفتاح؟ ولوه مدام؟ لا على خاطر الشاوش نتاعها قال لي. لي 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 يحيشك السيد هذاك من المستحسن ما تاخوش عليه. حتى انا هذاك اش قلت؟ تعرف اش قال لي زيدا؟ قال لي اللي هو في الاصل الدندوك. يا مدام يا مدام بو يعيشك من فضلك ماذا بينا نحكيو على الشيء اللي يهمنا. بو عندك الحق دكتور انا جيتك اليوم باش تعمل لي كونسلتاسيون. اما سامحني قبل باش نسالك سؤال. يا اخي الشاوش اللي برا مش هو اخوك اللي ريته معاك المره اللي فاتت في الوتيله؟ يا مدام يفضلك احنا رانا في وسط كونسلتاسيون توا باش نحكيو على الشيء اللي مقلقك. باهي باهي دكتور سامحني هاني نسمع فيك. بون ناخذ الفيشه. مدام لميا نسمع؟ اي ايوه. زلت معرسه؟ علاش؟
بسكر الباب بالمفتاحة. يا مدام يفضلك انسى حكاية الباب والمفتاح وقعد مركزة معايا. بيه بيه دكتور. اوكي برا يا صباعي برا يرجيني فيك. لاباس دكتور؟ انا لا انا لاباس. تعرف دادو انا لتو مانيش مصدق والحق تعرفني عمري مليتو مع بعضهم. زعم بيجي يفلم كالعادة بالك شي دد تحب كي تجي صلي انسلا؟ ليه؟ ما نحبهاش تعرف اللي انا في بالي حتى ساعة انثبت من الحكاية وكان تطلع صحيحة المرة هذي اللي منشعفوا على قاعدة. وي دادو وانا معاك زاد دادو نخطو روحي للدار فيسا ونرجع. مدام من فضلك علاش حب تعرف مرتي ايش تخدم؟ جوست نحب نعرف وكا هو مرتك شنو تخدم. اماني عايشك دكتور قل لي. هذا يتسمى حب اطلاع اللي انا وليت مختص فيه ونعمل في دراسة معمقة عليه باش نسميها لو سندروم دو باجي. باهي اما راني ما نرتاح وما نطمئن الا ما نعرف مرتك شنو تخدم. اسمع حالتك هذه يلزمنا نتغلبوا عليها. باهي متفاهمين اما يلزمني نعرف خدمة مرتك باش نجم نكمل الكونسلتاسيون. باهي يلا داكوردو اما اسمع هذه اخر معلومة نعطيها لك. ها باهي متفاهمين دكتور اما نحاول. ها يلزمك تحاول. بون انا مرتي تخدم في ال كومون ديراج في الحلو مرتي فام دافير. اه وفي شفرياتها؟ اها مش قلنا هذا اخر سؤال؟ هيتي عاد انت اللي ما كملت تجاوبني على السؤال الكل. باي مرتي تخدم في ال في في لاغرو اليمونتير. وفاش تبيع بالضبط؟ تبيع في تيفاك الحلويات التراديسيونيل الحلويات الاصيله. وشنو اسم هالماركه؟ اكيد نعرفها. لا 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 ما زالت ماهيش معروفه. اه قاعده توثق فيها؟ لا ما زالت كي لانسات المشروع. تقول لي عاد دكتور على الاسم نتاع الحلو باش كي راه في السوق نعرف لي الحلو هذاك تبع مرتك. ماهوش موجود في السوق تبيع سير كوموند. تقول لي دكتور غماني عايشك ويكون هذا اخر سؤال نساله لك. تري تري بيان باهي اسم المشروع الحلويات الاصيله لامك فضيله. يا اخي مرتك مش اسمها زينب؟ يا بنتي فضيله اسم الوالده نتاعي. اه امك تحل في الحلو ومرتك تبيع فيها؟ يا مدام يزي يا مدام يا مدام يزي واحترم شويه رانا وسط كونسلتاسيون احنا مانيش قاعد نحل معك في الرشته. سامحني دكتور اما الشيء راه اقوى مني. ايه يزمك تتغلب على روحك جيجي منه وانا ننجدك على راجلك شو عامل فيك؟ راجلي ما قلتلكش انا اللي عنده فوق الشرم اللي هجم الدار. هش وعليه هج وعليه؟ تي هج وكهو عايش قل لي امان امان جوه ربي وهذا اخر سؤال نسأله لك. علاش؟ اش قال لك اش قال عليه؟ مش عجبته اسئلتي من يدخل للدار وين نشده؟ وين مشيت؟ وين جيت؟ اش بيك بتيت؟ مع شكون قعد؟ فد هج. يا اخي هذيك تصويرة شكون؟ هذاك فرويد. اه وهذيك تصويرة شكون؟ هذاك هذاك بابا. اسبوعي اسبوعي اسمع كلامي فك عليك. شغل دادو مانيش اسمع فيك مليح. اي تفضل مدام لاميا. او كمال موعدنا الجمعه الداخله. اي جو تعرفش كيفاش خلي الجمعه اللي بعد ما يسالش. علاش مش يا دندوك ريت انت مشكور دندوك. لا سامحني راني ما قلتكش قبيله دكتور غمان تاخذ تصويره معاها. تصويره؟ هايك هايك مدموزيل دالندا اطلت لها بيك. ميرسي. أيا قول لي تراه اش عندك تعمل العشية؟ نخرجوا مع بعضنا؟ نخرجوا مع بعضنا؟
باهي نوصح الصندوق للدار ونرجع في زول ونولي على ذمتك. تي لا عادة هكاك ما عملنا شيء، أنا نحبك تخرج بالحوايج متاع بندوق. هذاك اللي بيك يا سيدي الماسك مانيش باش نعيش قبل كل شيء ساعة، تصحح لي في البوستير متاع بندوق، الولدي راهو. أنت تعرف راهولي كنت، أما أنت حاشمة باش تقول. الموتوغراف عمل ديرك في البوستير. قول لي ساه تحبش نعمل لك فوتوغراف على قدك بونكاري. عرفتك يا وحيد ملي جيتني صباح وانت حارس على حوايجك عرفتك بعظمك. شريتي عملت وسيد تندوق ما يبيزش راهو امان وتنكر زيدا ولا منقارك يتكلم وحده وشكوني هذه زيدا هذيك الدندوكة. وين عندك باش تهرب يا بابا؟ لما نشدك يا صبوعي ريت وريشك لما نريشهولك وجوانحك لما نقصهم لك. اين الدندوكة للا ددو؟ يا صبوعي يخرج عليا يا صبوعي، لتو نرميك في برميل ما سخون ونصلتك. سيدي خويا انا جيت في حميتك، هارب من عزوزتي. ها شنو هو؟ في حميتي؟ وشنو هي حكاية تسكير الباب اللي حكيتها المدام لميا؟ اي راهو هي سالتني قالت لي الكاتبة ويني؟ قلت لها الكاتبة بعث الدكتور داخل في البيرو وسكرت عليهم وخليته بلا صراط. شنو هو؟ زادة؟ اش هون؟ يا 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 خويا ما سيدي خويا اش باش تعمل لي؟ قدرة الله السميع العليم ما تخرج من هوني كانت انفلونزا الدندوق. سيدي خويا عايشك اطلب لي امي. شوف 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 لي حل شوف لي حل.